احنا اليوم يعني قبل 3 ايام اطلقنا الوجبه العاشره من السله الغذائيه، وبذلك يكون المواطن كل 40 يوم يستلم حصه كامله من مفردات السله الغذائيه. انا اتفق وياك تماما. قبل لا اسالك سؤال، التوجيه سيد رئيس الوزراء حتى ما هو انا بس حتى على سيد الرئيس الوزراء، سيد رئيس الوزراء هو اصلا قبل لا يكون رئيس وزراء هو متابع البرنامج، فاحنا ندعو من خلال برنامج الاغلبيه، يا سيد رئيس الوزراء احنا حمص مجروش ما نريد، وريد التمن نغيره شويه نوعيه بسمكي يعني يحتاجه المواطن، والطحينات تسويها زين. شوف اولا كان الحديث على تحسين المفردات، يعني حتى نكون امناء ودقيقين بالنقد، السله الغذائيه يعني ساهمت باستقرار السوق المحليه، ساهمت الى حد كبير في مواجهه ازمه ارتفاع الاسعار بهاي الفتره وايضا كانت يعني هو يعني رد فعل لما يحصل بالعالم من ارتفاع كبير بالاسعار. القضية الأخرى اللي هي المهم تحدث عنها تحسين المفردات، واللي هي قانون الدعم الغذائي، والسيد رئيس الوزراء وجه توجيهات يعني سريعة بضرورة تحسين المفردات. تحسين مثلا جيت على الحمص المجروش، يعني الآن دراسة من قبل السيد وزير التجارة والسيد رئيس الوزراء يتابع هالموضوع بشكل تفصيلي، انه استبدال مادة الحمص بدالها وزيادة مادة السكر. المواطن الان يحس اكو نقص صار كيلو، لا سكر ولا شاي ولا فاصوليا. لا اسمح لي، اولا احنا راح نطبق وليات والسكر راح يزداد جيد، وعملية تطوير في موضوع التمن